رجعنا لكم من جديد ومستمرين معكم بفقراتنا، وهلأ صار معنا بالاستوديو دكتور عمر عبد الجابر، هو المدير الإقليمي لجسكو، رح يحكي أكثر عن هاي المؤسسة ورح يحكي لنا شو طبيعة الخدمات والإنجازات اللي قدمتها. أهلا وسهلا فيك دكتور عمر. فيك نورتنا باستديو كرفان. تسلم. دكتور عمر احكي لنا شوي أكثر عن جيسكو لنا وللمتابعين كمان. هلا جيسكو تأسست سنة 2007 المركز الرئيسي تبعها في الأردن، في لها عدة فروع في أكثر من دولة، في عنا في مصر، في عنا في لبنان، وفي عنا فرعنا بلندن اللي هو ريجنال أوفيس خلينا نحكي. وهي طبعا شركة خدمات جامعية للطلاب اللي كانوا دراسة برا. طيب دكتور لو بدي أسألك تحديدا شو الخدمات اليوم اللي احنا بنحكي عن المؤسسة بتقدمها؟ تمام. هلا المؤسسه هي لكل الطلاب يحبوا يكملوا دراسه برا. احنا بشكل عام كنا مختصين في بريطانيا، فكان الطلاب اللي بيكملوا دراسه ل خلينا نحكي بده يكمل بكالوريوس ماجستير او دكتوراه او حتى لغه انجليزيه. احنا وظيفتنا كل طالب نمسكه انه نعرف كيف بالضبط كيف بدنا نوجهه للدراسه الصحيحه، ايش التخصص بده يدرسه. حلو. وايش المكان الافضل له اللي بده يدرس. يعني بتتواصلوا له انتم مع الجامعه او هو بيكون بتواصل او كيف بتصير؟ احنا الطالب اول ما يجي لعنا بيكون بالعاده يعني بيكون مرات بيكون عارف شو بده يدرس او مرات بيكون مش عارف ايش بالضبط التخصص بده يعمله بالضبط، فاحنا بيكون وظيفتنا نوجهه خلينا نحكي بدنا يعني كل طالب بيكون عباره عن كيس، بدنا نمسك نعرف الطالب بالضبط اول شيء شو خلص دراسه، ايش حاب يكمل، ايش المده بيكون تكون افضل له، ايش الدوله اللي بيحبها هو. حلو. او الدوله الافضل له. طيب دكتور شو بتهتم جيسكو، يعني شو هي اهتماماتها او هل جيسكو كل اهتماماتها هي فقط تعليميه؟ يعني تعليمية. فعليا احنا شركه خدمات تعليميه. تمام. دائما الطلاب يعني لما يكون بده يدرس باي تخصص خلينا نحكي مثلا يدرس مثلا في البزنس او في الكمبيوتر او في القانون، احنا لا توجهنا دائما للطلاب انه يروح على المكان الافضل له بناء على ايش الطالب رغبته للدراسه وبناء على الدولة اللي هو بيكون برغب فيها. حلو. جميل. فبتقدموا له نصائح كمان كل النصائح فعليا الطالب هلا يعني غير انه انت تدرس تكمل دراستك برا، في عندنا بتبلش الابلكيشنز من عند خلينا نحكي اول شيء قبول. بنبلش مع الطلاب انه ايش بدك الابلكيشن تبعه كيف بدنا نودي القبول تبعه نطلعه، بعد ما يجي القبول بنبلش اجراءات الفيزا، بعد الفيزا بيجي اجراءات السكن، بعد اجراءات السكن بيجي انه بده يسافر، بده حدا يستقبل المطار. يعني لحد ما يوصل لكل الخطوات بده يروح كل الخطوات. طيب دكتور عمر نحكي اكثر عن انجازات جيسكو لهلا. هلا جيسكو بصراحه انجازاتها الحمد لله متعدده، يعني بلشت اول شيء كبدايتها اول ما تاسست كنا نشتغل مع اربع خمس جامعات ست جامعات لدوله واحده. هلا الحمد لله احنا هلا بنشكل حوالي 60 جامعه ما شاء الله، في عندنا حوالي خمس دول بنودي لها الطلاب. معارضنا يعني هلا احنا خلصنا سبع معارض قبل هيك، الجامعات كلها بتيجي على الاردن بتشوف الطلاب بتوجههم لايش بدها تكمل دراسه برا. حلو. احنا الشركه كمان عندنا اللي هو موضوع السكن والسيرفيس خلينا نحكي بشكل عام هو شيء اساسي عندنا بالشركه. موضوع السكن كان دائما هو العائق الاكبر لكل الطلاب اللي بيكملوا دراسه برا. بالضبط، كان دائما الطالب لما يروح هناك مش عارف وين بده يروح وين بده يعني خاصه اول فتره. فعليا احنا يعني بنقدم السكن من الشركه نفسها، في عندنا سكناتنا الخاصه احنا كمان. حلو. اللي بنعطيها للطلاب بأكثر من دولة كمان، فالحمد لله يعني كل السيرفيس اللي بيطلبوها الطلاب تكون موجودة. ممتاز. حتى على مستوى في السيم كارد يعني الموبايل تبع اللي بيطلعوا فيه على أي دولة متوفرة موجودة لأنها متوفرة بكل شيء أنت يعني كل شيء الأمور شاملة بتكون. طب احنا من شوي يعني ذكرت أنت موضوع المعارض التعليمية بالضبط، في لكم كان من فترة أو بتخططوا عم تعملوا معرض تعليمي، تحكي لنا عنه أكثر أو عن المعارض بشكل عام. هلا في عندنا المعرض الثامن اللي هو راح يكون إن شاء الله بكرة وبعده. هلا المعرض التامر راح يكون فيه اكثر من 20 جامعه بصراحه جاي من برا. بصراحه المعرض يعني الصدى الحمد لله كان ممتاز لحد الان ما شاء الله. راح يكون هو بكره وبعده بفندق الكيمبنسكي من الساعه 5 للتسعة مساء. طب دكتور بشو بفرق هذا المعرض عن المعارض السابقه اللي مرقت؟ هلا زي ما حكيت لك المعرض هذا فعلا كبير، يعني الجامعات اللي اشتركت فيه كان عددها جدا كبير. هاي. لانه بالعاده يعني الجامعات اللي خلينا نحكي بتشترك عندنا هون في المعرض في الاردن هي بتطلع على الطالب الاردني كطالب خلينا نحكي كواليتي ستودنت. احنا فعليا الحمد لله طلابنا يطلعوا برا ويدرسوا، هي القوه تبعتنا قوه تعليميه يعني فعليا احنا احسن نوعيه طلاب الاردنيه بالعاده لما يطلعوا يكملوا دراسه برا دائما برفع الراس الحمد لله. الحمد لله. فبيكون ممتاز الطلاب تبعونا، دائما الجامعات تتوجه انه تحاول تاخذ الطلاب الاردنيين للدراسه برا. جميل. صدق احنا يعني طلابنا متفوقين، بحس حتى التعليم عندنا بتحسه كثير المناهج قويه وفعلا غنيه. بس هلا بدي اسالك سؤال، شو هدف المعرض بالضبط؟
هدفه هو توجيه يعني الطلاب كلها بدها تكمل هذه الدراسة راح تيجي عنا على المعرض. الممثلين الجامعات نفسها راح يكونوا موجودين في المعرض. الطالب راح يكون بده هلا يسأل على إيش آلية الدراسة، وين أدرس، ليش الجامعة هاي أو المكان الفلاني أو المدينة هاي، طب إيش الجامعة راح تكون، يعني الجامعة هاي أفضل بإيش بالتخصصات، في جامعات مثلا بالبزنس بتكون أقوى، في جامعات بتكون بالقانون أقوى، في جامعات بالصيدلة بتكون أقوى طبعاً. وكل طالب حسب معدله طبعا وحسب إيش بيرغب بالدراسة. هون بيجي دور المعرض انه يساعد الطالب بالضبط انه يعرف ايش الخيار اللي يختاره ليكمل دراسته بره. هي فرصه للطلاب انه يعرفوا بالضبط كل جامعه شو بتفرق عن الثانيه، والامور ميسره يعني طبعًا. سهلة يعني مفكرين بكل الحلول صراحه. صح. انا فرحتني يعني هيك دكتور بهدول الكوادر تبعتنا قد ايه انه هي عن جد ترفع الراس، وهذا ليش احنا بنلمسه حتى في دول الجوار بالخليج كذا، انه بتعرفي انه الحدا اللي هو طالع من الاردن حدا معلم منيح، حدا عنده خبره منيحه حتى بسوق العمل. آه الحمد لله. طيب دكتور، اذا الناس اللي عم تحضرنا اليوم حابه تتواصل معك انتو كمؤسسه، كيف طرق التواصل؟ هلا طرق متعدده، في عنا اول شيء على السوشيال ميديا، احنا بكل السوشيال ميديا بالفيسبوك بالتويتر بالانستغرام. على اسم الشركه، على اسم الشركه بالضبط. في عنا الويب سايت تبع الشركه كمان، ممكن يتواصلوا من خلاله، هو jiskoedu.com. ممكن يحكوا معنا تليفونات على الشركه. يعني في كثير. موقعكم وين انتم دكتور؟ احنا بشارع مكه بابراج الحجاز. ممتاز. طيب دكتور شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعني انت تكون هيك اليوم افدتنا بشويه معلومات وبامور معينه. كثير مبسوطين اليوم، نورت الاستوديو تبع كرفان. بتمنى انه كل حدا اليوم كان عم بحضرنا كمان انه يشارك بكره في المعرض تبعكم. المفروض انه هي الدعوه عامه صح؟ الدعوه عامه ومجانيه طبعا. ممتاز. وانا حاب اشكركم واشكر تلفزيون رؤيه طبعا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك سمسم. قاعده بتتجبد انت اذا حضرتك. سمسم اجى وقت النوم عندي. ترمي سمسم. لازم تاخذها هيك كورس تدريب. هلا بتصبر جد. دكتور شكرا كثير لك.